تواصلنا يستمر أيها الأخوة الكرام، أيها المتابعين الأعزاء، متابعي انطلاقات التمهيدي 11 في هذا اليوم للقاية. فتهانينا والناموس لكل من حظى على شرف الفوز والانتصار في أشواطنا الماضية، وحظ نوفر لمن لا يحلف الحظ دائما. نشكر نادي دبي لسباقات الهجن، وشكر كذلك للجان المنظمة في أرضية ميدان سيف العرب. هكذا نسير مع انطلاقة شوط جديد، وهو شوطنا 17 الخاص بالإبكار اللقاية المحليات الأصايل. إلى المقدمة مباشرة إلى المركز الأول، مشكورة دياب بن حمد بن راشد بن دغيش لكتبي على مقدمة الشوط والصدارة، بينما النغلة على المركز الثاني. وهنا في ثاني المراكز شواهين لعلي بسهيل بن علي الغفلي، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث اسراب سلطان بن حميد بن سلطان بالكديدة مع المركز الثالث، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع وتقدمت العملة لسالم بن حمد بن دري الفلاحي، خذت المركز الرابع، بينما في المركز الخامس اللي وصلت الآن مرعوش محمد بن احمد بسيف البلوشي يتقدم نحو المركز الخامس في هذه اللحظات، بينما في المركز السادس وواصل الان روايح لعيسى بن مبارك بن عيسى المنصوري يتقدم مع المركز السادس، بينما في سابع المراكز اصبح من نصيب اللي هي مشاهدين الكرام ميعاد لحمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، تقدمت وخذت المركز السابع في هذه اللحظات، بينما ننتقل إلى المركز الثامن. وفي المركز الثامن هذه شواهين محمد بن مطر بن راشد بن سعيد المزروعي أصبحت على المركز الثامن، بينما نغلتنا إلى المركز التاسع لنتعرف على المركز التاسع، وتقدمت الآن الهدى لعلي بن محمد بن سلطان العويسي، بينما في المركز العاشر هذه ملوح جاسم بن خليفة بن خميس العمري يتواجد مع المركز العاشر في هذه اللحظات. هذه هي نتيجتنا أيها الأخوة الكرام، أيها المتابعين الأعزاء، عدينا لكم العشر المراكز الأولى التي تسير في ناموس هذا الشوط، ولكن نعود من جديد إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقة الرائعة.
الشوط عودة إلى المركز الأول والصدارة الأولى، وهذه ملوح، ملوح اللي على المقدمة، ملوح اللي على الصدارة الأولى بدأت تغير وتسير نحو المركز الأول في هذه اللحظة. جاسم بن خليفة بن خميس العمري في صدارة الشوط، روح وهال السنين ينتظرون الفوز، ينتظرون الانتصار يا جاسم. بينما في المركز الثاني نراقب هنا العملة، العملة سالم بن حمد بن دري الفلاحي. بينما في المركز الثالث هذه الهدى علي بن محمد بن سلطان العويسي. بينما في المركز الرابع وصلت الآن مشكورة ذياب بن حمد بن راشد بن دغيش، لكن العمري، العمري راح إلى الفوز، راح إلى الانتصار، راح إلى التهاني من خلال هذه الانطلاقة على المقدمة. بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني وصلت الهدى علي بن محمد بن سلطان العويسي والعملة مع بن دري الثلاثية، الثلاث اللي بهنزان اللقى يوم وصل عند كيلو الامتحان ولعت ما بينها النار اللظى. الله يا العمري، الله يا العمري، العمري 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 يسير مع المركز الأول، يسير مع الصدارة الأولى. حرك ملوح، حرك ملوح، والهدى غادمة، الهدى غادمة. علي بن محمد بن سلطان والعملة مع بن دري، مع بن دري. الفوز وين؟ الفوز وين؟ إلى هالي السنين ولا هالي زاخر؟ زاخر والسنين وهالي جعلان بن أبو حسن ينتظرون الفوز. لحظات الأخير، اللحظات الأخير، راحت الهدى، الهدى. تهانينا لعلي بن محمد بن سلطان العويسي على فوز الهدى وانتزاع هالي ناموس هذا الشوط. بينما في المركز الثاني وصلت اللي هي ملوح لجاسم خليف العمري، المركز الثالث العملة سالم بن حمد بن دري الفلاحي. التوقيت الزمني 7 دقائق و47 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.